بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المتابعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. كده بقى يا جماعة، وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. دي شقة النهاردة هي يا جماعة، ده كده المنظر من قدام باب الشقة. شقة النهاردة يا جماعة 200 متر مرخصة وحصة في الأرض، كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. تعالوا يلا نخش كده ونبدأ برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. أول ما بندخل كده يا جماعة بيجي لنا الريسبشن. ده ريسبشن ثلاث قطع كبار زي ما حضراتكم شايفين كده. هجيب لحضراتكم كل حاجة بالتفصيل. عندي طبعا الناس اللي بتسأل دايما البيع بالعفش ولا بدون؟ لا يا جماعة، البيع لا يشمل العفش، البيع الشقة فقط بدون العفش. ده كده أول حاجة الريسبشن، الشقة طبعا مساحتها 200 متر. تعالوا هنا بقى عندي باب الشقة، بيجي لنا أول شيء اللي هو حمام الضيوف. الشقة طبعا ثلاث غرف وريسبشن، ثلاث قطع ومطبخ واثنين حمام. ده كده حمام الضيوف أهو. طبعا الغاز واصل هنا، لا مش واصل هنا، معلش هو داخل على الحمام الثاني، هوريه لكم دلوقتي. الماسوره بتاعته اهي، بس داخل من هنا على الحمام الثاني، هوريه لكم دلوقتي من هناك. ده كده حمام الضيوف. ده كده يا جماعه ريسبشن اهو، ثلاث قطع، البيع لا يشمل العفش. الشقه يا جماعه فيها ثلاث بلكونات. هنا كده عندي بلكونه في الريسبشن، وعندي اتنين بلكونه مع غرفتين جوه، هنخش نشوفها دلوقتي. هنا كده عندي دي طرقه التوزيع اللي بتوديني على المطبخ والحمام الكبير والغرف، يعني الغرف والمطبخ والحمام الكبير معزولين عن الريسبشن طبعا بمستوى تاني اللي هو قدام حضراتكم. ده درجتين الرخام دول درجتين صغيرين جدا يا جماعه، تقريبا 5 سم و3 سم، يعني كله 8 سم، الارتفاع بتاعها 8 سم الى 10 سم تقريبا. ده كده ريسبشن اهو يا جماعه، وده شكل التشطيب بتاع الشقه. تعالوا بقى نروح نشوف اول بلكونه. دي هنا كده يا جماعه اول بلكونه، واللي هي تعتبر البلكونه الكبيره، بس طبعا هي مقفوله من هنا، هنخش لها من البلكونه الثانيه، هوريها لكم دلوقتي، خليكم بس معايا هنخش نشوفها. بس طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعه الريسبشن اهو. تعالوا بقى نخش من هنا من طرقه التوزيع ونشوف الغرف والمطبخ والحمام الكبير، وفي نفس الوقت نشوف الاثنين بلكونه التانيين. دي كده طرقه التوزيع اهي يا جماعه، ده شكل التشطيب بتاعها برضو اهو باين قدام حضراتكم. هنا كده عندي على اليمين بيجي لنا المطبخ، ده مطبخ امريكان، ده كده المساحه بتاعته. تعالوا برضو نخش نشوفه، لانه على فكره يا جماعه مساحته كبيره، بس هنا عشان المطبخ التقسيمه بتاعته او الحاجات المحطوطه فيه كتيره فيبان ان هو صغير، بس هو ما شاء الله مساحته كبيره جدا يا جماعه. اهو يا جماعه احنا كده دخلنا المطبخ اهو، هنا عندي البوتاجاز، ده الغاز واصل هنا اهو. ده كده المطبخ، مطبخ واسع يا جماعه، ست البيت تبقى واقفه براحتها. ده كده اهو عندي هنا واخد التلاجه، وبرضو عندي الدولاب. ده كده اهو المطبخ، مطبخ امريكان. وفي قدامنا الغرفه دي، الغرفه دي يا جماعه ممكن لو انت حابب تحط فيها سفره وتعملها غرفه طعام تبقى مقابل المطبخ، تبقى برده حلوه جدا. او لو انت حابب تخليها ليفنج زي ما هي معموله كده، دي معموله ليفنج وفي برده محطوط فيها سرير، بس باكد البيع بدون العفش. دي كده بقى يا جماعه تعتبر اول غرفه معانا، دي اول غرفه اهي، دي برده فيها بلكونه، هنخش نشوفها دلوقتي. بس بوري لحضراتكم الاول المساحات بتاعتنا، ما شاء الله يا جماعه الشقه مساحتها حلوه جدا. تعالوا بقى نخش البلكونه. ده كده يا جماعه الفيو من البلكونه، دي البلكونه الثانيه، وفي هنا البلكونه الاولى اهي اللي احنا ما عرفناش ندخلها من هناك عشان كان محطوط فيه شويه ديكورات وشويه ترابيزات وحاجات زي كده، فما عرفناش نخش من هناك. هي اهي مكانها اهي، دي المساحه بتاعتها ما شاء الله مساحتها حلوه جدا. طبعا اصحاب البيت ما بيخشوش هنا كتير في البلكونه دي، كل دخولهم بيكون في البلكونه اللي انا واقف فيها دي، وفاتحينها من هنا لو حابوا يستخدموا الايه الجزء ده. انت لو حابب تقفل ده وتخلي كل بلكونه معزوله لوحدها مفيش مشكله، دي برده حاجه ترجع لها. هنا عندي ده اهو الفيو يا جماعه، فيو طبعا واسع جدا،
يعني الشارع ده ممكن بقى نقول 100 متر براحتنا يعني، بس هو واضح قدام حضراتكم اهو ما شاء الله. الشارع يا جماعه على فكره في الدور السادس، انا دلوقتي في سادس بلكونه. تعالوا بقى نرجع نكمل باقي الشقه. احنا كده يا جماعه شفنا الريسبشن وشفنا الغرفه الاولى وشفنا المطبخ وشفنا الحمام الصغير. تعالوا بقى عشان لسه في عندنا غرفتين تانيين والحمام الكبير. تعالوا نشوف الغرفه دي الاول، دي تعتبر الغرفه الثانيه، دي كده الغرفه الثانيه ومعاها البلكونه الثالثه. ما شاء الله يا جماعه المساحات حلوه جدا، يعني الغرفه دي مثلا مساحتها تقريبا 24 سم في 5 تقريبا ما شاء الله، يعني مساحتها حلوه جدا. بصوا يا جماعه ما شاء الله واخده غرفه نوم كبيره ومعاك كمان المساحه واسعه، وفي عندي هنا كرسي انتريه 3 وواحد فوتيه. دي كده يا جماعه الغرفه الثانيه، وهنا برده عندي البلكونه، دي البلكونه الثالثه. بصوا يا جماعه ما شاء الله الشمس داخله، يعني انت لغايه المغرب معاك الشمس داخله عندك. طبعا انا مش هخش برده عشان خلاص احنا شفنا الفيو وشفنا البلكونتين التانيين، وهي باينه قدام حضراتكم البلكونه الثالثه اهي، والفيو برده نفس الفيو بتاع الريسبشن وبتاع البلكونه. دي كده يا جماعه الغرفه الثانيه. تعالوا بقى نروح نشوف الغرفة التالتة والحمام الكبير. أوري لحضراتكم برضه الإيه؟ السقف بتاع أوتورة التوزيع. أهو يا جماعة ده شكل التشطيب بتاع الشقة باين قدام حضراتكم. هنا كده المطبخ دخلناه دلوقتي. وهنا كده بقى الغرفة التالتة، ودي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي على منور. دي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي على منور هي يا جماعة، دي مساحتها تقريباً 4 في 4. طبعاً أنا بكلمكم في المساحات دي صافي. دي يا جماعة أهو دي الغرفة. وعندي هنا طبعا الشباك اللي هو بيبص على منور، والمنور بتاعها كبير يا جماعه، بس مش عايز اضيع وقت حضراتكم، ان شاء الله اللي هيجي هيشوفه بالتفصيل. دي كده يا جماعه الغرفه الثالثه. تعالوا بقى نروح نشوف الحمام. هنا كده بقى يا جماعه الحمام اهو، ده الحمام الكبير اللي هو الحمام الرئيسي بتاع الشقه. ده كده اهو يا جماعه الحمام، مساحته حلوه. وده الغاز اهو اللي قلت حضراتكم عليه، اللي هو احنا شفناه جاي من هناك من عند الحمام الصغير. ده كده اهو يا جماعه، ده الحمام الكبير، ودي المساحه بتاعته. في عندي برده بانيو زاويه دائري. اهو بانيو كبير، اوريه لحضراتكم برده. لا عشان توضح غسيل. في غسيل. طيب خلاص في غسيل. المهم هو البانيو كبير باين قدام حضراتكم اهو. ده كده يا جماعه الايه؟ الحمام الكبير. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات بتاعت الشقه مره تانية بسرعه. الشقه مساحتها 200 متر، 3 غرف وريسبشن 3 قطع كبار ومطبخ واثنين حمام. الشقه في الدور السادس، سادس بلكونه بعد الارضي. البرج 12 دور، وفي عندنا اثنين اسانسير شفناهم تحت واحنا طالعين. الشقه كامله المرافق، كهرباء وغاز وميه. الشقه عنوانها فيصل المريوطيه الرئيسي، شارع المريوطيه الرئيسي. الشقه مطلوب فيها 2 مليون جنيه كاش. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.